السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلكم نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكونوا دائما في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيتكم بروتين جديد، فبالنسبة لهذا الروتين فهو قصير بزاف، نتمنى أنه يعجبكم. أول حاجة جيت بعد ما فقت جيت الكوزينة مباشرة باش نوجد الوجبة ديال الفطور. فالوجبة ديال الفطور كانت عادية بزاف كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا زليفات صغار اللي فيهم أملو وزيت بلدية والعسل والمربى ديال المشماش، حطيت واحد شويه ديال الكاطو اللي كنت صوبت في العيد الكبير. فاللي بغى يعرف الطريقه ديال تحضير هذاك الكاطو فغادي نخلي لكم روابط ديال الفيديوهات ديالهم في صندوق الوصف. من طبيعه الحال الخبز، وعندي هنايا اليوم غادي نفطر ان شاء الله في بالقهوه. فماشي الاغلبيه ديال الفطور، فحنايا كنفطروا باتاي ماشي بالقهوه. فالقهوه كنفطروا بها مره ماشي دائما. صافي، وكانت هذه هي الوجبه ديال الفطور. حطيت هنايا البيض المسلوق. صافي، غادي نمشي نحط هذا الفطور ديالي فوق الطبله وغادي نفطروا. من بعد غادي نرجع لكم ان شاء الله بعد ما نساليو الفطور. فغادي ندوز مباشره باش نغسل الميعنات ديالي، غادي نغسلهم وغادي نمسحهم باش نستفهم وتبقى لي الكوزينه دائما نقيه. كيف ما كنقول لكم دائما وكنذكر لكم في الفيديوهات ديال الروتين، فانا ما دايره الشبكه ديال الميعن باش ما نعكسش على الميعنات ديالي. فدائما كنغسلهم ومباشره كنمشي كنمسحهم وكنردهم البلايص ديالهم كيف ما كتشوفوا. فان شاء الله في هذا الفيديو بعد ما غادي نسالي تنظيف ان شاء الله ديال المطبخ، فانا غادي نوريكم المشتريات اللي جبت من مدينه اكادير، فكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. وبالنسبه لهاد الشتاء كيف ما كتشوفوا، فبالنسبه لهاد الشتاء كان خداها الاب ديالي في واحد البلاصه سميتها انزكان على ما اظن، ما بقيتش عاقله مزيان. فكديروا فيها البرودوي ديال التنظيف في الداخل هو شويه ديال الماء، وكتبقاو تضغطوا على هذيك البطونه اللي في الفوق وكتبقاو كتحكوا. فغزاله بزاف هاد الشتاء، عجبتني لانني نظفت بها الحوض ديال المطبخ ونظفت بها حتى البوطه ديالي. فغادي تشوفوا، فبالنسبه للبوطه الا ما كانتش موسخه عندكم فكتحكوها غير بهذا الشتاء، فجاتني سهله بزاف. فبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني دائما على التنظيف اللي كندير، التنظيف الشهري اللي كندير البوطه ديالي، فكنسبق ليا وصورت لكم فيديو وريتكم الطريقه ديالي باش كنخلي دائما البوطه ديالي كتبقى كتلمع بحال اللي يلاه شريتها. فانا هنا مازال ما درتش ليها التنظيف بعد ما جيت من الصفر، فانا مازال ما ساليت باش ندير ليها التنظيف اللي كندير الاسبوعي او الشهري. فملي غادي نديرو فان شاء الله غادي نصور لكم في شي روتين من الروتينات اللي كنصور لكم. بعد ما حكيت لابلاك مسحتها من طبيعه الحال، شفتها مزيان باش ما نخليش فيها الماء، ودست مباشره مسحت المعينات ديالي ورديتهم بلاصتهم. وغادي نمشي باش نعقم هاد الاشياء كامله اللي كتكون عندي فوق البوطاجي، وحتى فوق البوطاجي كنعقمها بهذا المعقم. فغادي نمسح كيف ما كتشوفوا، غادي نمسح اول حاجه ميكرو اوند والاله ديال القهوه، ومن طبيعه الحال كنمسح حتى هاد القريعات، كلشي المهم اللي كيكون عندي فوق البوطاجي كلشي كنحاول انني نعقمه بهذا المعقم. وحتى التسياق ملي كنضربها بالتجفيفه الاخرانيه فضروري كندير شي شويه ديال هاد المعقم، وكنحك به حتى الحمام ديالي. فصراحه ما كنقدرش نستغنى على هذا المعقم لانه غزال بزاف. مباشره بعد ما مسحت سطح العمل غادي نحاول نعقم حتى الحوض كيف ما كتشوفوا، غادي نمسح مزيان. وهذه هي الكوزينه ديالي بعد ما نظفتها وعقمت كل الاشياء اللي كاينه فيها، كتصبح نقيه بزاف. وكنكونوا مرتاحين ملي كتكون اي حاجه عندنا في الدار كنقيوها وكنعقموها، فكنكونوا مرتاحين باش نخدموا فيها ونوجدوا فيها الاشياء اللي كنكونوا غادي نوجدوها. فبعد ما ساليت كيف ما كتشوفوا ووريتكم الكوزينه، فدابا غادي نمشي نوريكم هاد الاشياء اللي زينت بها المطبخ ديالي واللي شريتها من طبيعه الحال جبتها معايا من مدينه اكادير. فكاينين شي حوايج اللي تعطاو ليا، وكاينين شي حوايج قلالين بزاف اللي كنت شريتهم. فغادي نوريكم دابا الاشياء اللي جبت معايا من اكادير. فعندي هنايا هاد البلاطويات. فبالنسبه لهاد البلاطويات غزالين البنات ديال تركيا. فبالنسبه لهاد البلاطو انا بصراحه ما شريتوش، عطاتو ليا عمتي هديه، فشكرا شكرا لك بزاف، الله يطول عمرك وبارك الله فيك. فبالنسبه لهذا فخدته من واحد المحل كاين في القدس، الا كتعرفوها البنات فسميت هذاك المحل ساغا.
شريته منه يمكن 13 درهم اللي كيدير. وبالنسبة لهذا البلاطو الاخر حتى هو ديال تركيا، خديته انا من سوق الحد، فكتمشيو لديك البلاصة اللي كاينة في الدروج لتحت ديال السوق، فكاين واحد المحل البنات غزال بزاف، لقيتو عاد تحل وكيجيب فيها هاد الاواني اللي غزالين بزاف ديال تركيا، فعجبوني بزاف ديال الاشياء عنده، فانا خديت هذاك البلاطو ب 13 درهم عنده. وخديت حتى هاد لي فاز صغيورين اللي فيهم هاد الوريضات، فبصراحة كنت كنلقاهم في بزاف ديال البلايص غاليين، وهو كيبيعهم 260 الوحدة، فكاينين عنده بزاف ديال الألوان في هادوك الكويسات، كاينين الخضر وكاين الأبيض وكاين الغوز، فكتختاروا الألوان اللي بغيتو. حتى بالنسبة لهداك الورد اللي فيه عنده بزاف ديال الألوان. وبالنسبة لهاد الزليفات اللي شفتوني حطيت فيهم الأشياء ديال الفطور، فهادو بصراحة ماما اللي كانت جابتهم من إنزكان، كيديروا 5 ديال الدراهم، لقات العيالات كيشريو فيهم بزاف، وخدات خدات ليا انا، وخدات ليا هي، وحتى عكوزتي خدات حتى هي منهم. وبالنسبه لهاد جوج ديال عندي هذاك العلاق، وعندي هادي ديال العبار ديال الحويجات اللي كنحتاجو في الحلويات، بصراحه لقيت ماما شاريه منهم بزاف وعطاتني منهم هادو. وغادي نوريكم واحد الحاجه اللي شريت في اكادير، بصراحه عجباتني بزاف الريحه ديال هاد هو بحال الشكل ديال الكريم، وفيه البريون، فكاين في هاد اللون الصفر، وكاين في اللون الغوص، وفي البيض، كيخلي البنات ريحه زوينه بزاف. الا كنتي دخلتي الحمام وغسلتي فكدهني به الجسم ديالك كامل، كيخلي لك الريحه النهار كامل غزاله البنات. فهو كيدير نورمالمون 40 درهم، ولكن واحد السيد اللي كان تقداو عنده خلاه لينا ب 35 درهم، وكاين بلايص اللي كيبيعوه ب 25 درهم ولكن ماشي نفس الريحه. صافي بالنسبه للمشتريات فهي هذيك، وغادي نوريكم من الحنه اللي درت قبل ما نرجع من السفر. فبالنسبه للنقش، فانا كنت كتنقش لي واحد السيده وعيطت عليها، ولكن للاسف لقيتها كاينه في مراكش، ما كانتش غادي تنقش ليا، ومشيت غير سوق الحد ولقيت واحد النقاشه، هي البنات غزاله بزاف واخا صغيره في العمر ديالها، فكيما شفتها فتصدمت ملي شفت هذيك البنت، عيطت لها في التليفون، سميتها سميرة على ما اظن، عيطت لها في التليفون، وفاش جات تصدمت في العمر ديالها، وقالت لي بهاد الجمله، قالت لي ما تشوفيني الصغيره وتحقريني دابا تشوفي النقش ديالي. فبصراحه تبارك الله وما شاء الله عليها، عجبني النقش ديالها بزاف. بالنسبه للحنه ملي دارتها لي زادت فيها واحد البوماده، بصراحه كتطلع في البلاصه الحنه بلا ما سقيتها بلا حتى شي حاجه كيف ما كتشوفوا، فانا ما سقيتهاش، جيت للدار وحيتها كيف ما كتشوفوا. شوفوا اللون ديالها يا البنات غزال بزاف. فبالنسبه لهاد النقاشه فغادي نخلي لكم الرقم ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. وكانت هذه هي الحنه ديالي، وكان هذا هو الروتين اللي وريتكم في هذا الفيديو، فكنتمنى ما يكونش الفيديو طويل عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.